وقفت السيارة عطلت ما جاي تشتغل. هاي احنا دفنا هنا على الخط السريع. انتظر انتظر شوية. Is this one for the Z? I guess, yeah. If it is, then I can give it to you for 50 bucks. يا اهلا وسهلا، يا رب تكونون بخير. اليوم راح نقضي يوم كامل بسيارة النيسان زياني وصديقي فادي. جعنا لكم بفيديو راح تكون رحلة كلش حلوة، فاللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك وينطينا لايك ويكتب لنا تعليق. يلا نشوفكم. وين رايح؟ وين؟ انا السوق توخر. تعرف السوق غير عادي؟ لا صدق هاي غير عادي، اني مرة واحدة بحياتي سايق سيارة غير عادي. اوكي اعلمك، تريد اعلمك؟ يلا امشي. يدة الباب يراد له تصليح. اليد مال الباب مكسورة. هذا الداخل مال السيارة. بيها جي بي اس. جينا هسه نفول البنزين للسيارة لأنه ما بيها. نظف الجامعة الأمامية لأنه وسخة، حتى نسوي لكم بالطريق. فولت السيارة ب 45 دولار. الجو اليوم كلش طيب. نتأكد من البونيت مفتوح لو مسدود. ها مفتوح؟ فتح. لقيته مفتوح؟ ايه بس انفتح قبل شوي مول اليد نسيته. بس الازدحامات من هنا بدأت المؤدية إلى لوس أنجلوس. التبريد مالتها يشتغل ما بي أي مشكلة، والهواء مالته بارد، ولو هو الجو هم هنا طيب يعني. بس سدينا الجام هسه حاليا، هذا الجام الزجاج مظلل كليته. يراد لها بعد يعني شغل السيارة، هواي شغلات ناوي فادي بالمستقبل يسوي بيها ابجريد. واحد الاشياء اللي راح نسويها اليوم رايحين نجيبه هذا الشيء. هذا الخط السريع اللي راح ناخذه هسه، هذا تول ندفع فلوس عليه اللي هو هذا اللونج بيتش. هذا
هسه اسويها. لا لا ليش احنا دافعين فلوس الشارع هذا كليته مفتوح ده تشوفون، اما هذا اللي على اليمين لا شوفوه مو هنا ازدحام. شوف F16 هاي F16 هاي F16 حلوه عجبتني F16 لان انا طياره وهي F16 القائد. حلوة هاي المنطقة كلش حلوة عجبتني. استراحة قصيرة هسه راح ننزل هاي المدينة. خلينا نهول الاطارات على طول الطريق. دائما تشوفون غاز ستيشن، وبنفس الوقت اكو هذا المكان الصغير اللي يبيعون به يعني مشروبات غازية مي، واكو همين هذا المحل الصغير همين يعني اطارات تبدل دهن يعني خدمات سريعة. شوفوا هاي البي ام متروكة صار لها فترة طويلة هنا، السيارة ما جاي تشتغل. ما جاي تشتغل شغل اعتقد الباتري، يمكن الباتري مالتها. انتظر انتظر شوية. فرحان. اشتغلت الباتري مو زين. انت اشتريت باتري؟ يلا يلا هذا الشارع اسمه فريزر ستريت. بعد دقيقتين ونوصل. هذا المكان وصلنا له اللي هو 329. هذا شنو فادي؟ توربو كيت. فادي ليش جينا على هذا المكان؟ شنو جاي تشتري من عندهم؟ اليوم الموضوع هو انه نزود السياره، فراح اشتري قفص نفس اللي عندك اللي شديته بسيارتك. لانه هاي السياره بيها سوبر تشارج، فنريد انه سيفتي حمايه للسياره والي للسائق والباسنجر، فراح ناخذ هسه رول كيج. وايضا وصيته هوايه اغراض مثل كراسي، مينتننس للسوبر تشارج، بلاكات، فلاتر، بادي كيت راح اوصي بالمستقبل، اكزاست اوريدي وصيت. بس احنا جايين هنا على مود بس الكيج. اي جايين على مود الكيج اللي هو القفص رول كيج.
احنا اشتريناه اونلاين والاستلام مالته من هذا الوير هاوس، هذا مخزن كلش كبير. دائما المخازن هيك الضخمه تكون خارج المدينه، يعني بين مدينه سان دييغو وبين مدينه لوس انجلوس، لانه هذا كلش كبير. هاي كليتها منطقه مال معامل، شوفون هاي التراكات، هذا تراك اجى طلع محمل او فرغ حمولته. هسه راح نسوي الانبوكسنج، نفتحه نشوف اللون. I think this is اذا شغله صغيره اشتريتها من عندهم همين يقدرون يعني يشحنوا لك اياها. شوفون هاي الظروف اللي هنا، ويسوون برنت للليبل ويدزوا لك اياها لبيتكم. انا شفت حتى اكو كراتين كبار، شوف هسه هاي الحاويه، هاي الحاويه جاي ينزلون من عندها اغراض، هاي كلها جاي من تشاينا من الصين. لقينا عندهم هوايه شغلات، اشترينا راديتر همين. هذا المخزن من جوا، هذا راح يفيدك فادي. Is this one for the Z? I guess, yeah. If it is, then I could give it to you for 50 bucks. Yo! Really? Yeah. 50 bucks? Yeah, I think. This one is? I believe. It looks like it. This is called pulleys. Pulleyat. Pulleys. Underdrive. كلش خفيفة. الغراض ما راح تصير بالسيارة. يعني هذني كلت ان هذا المشكلة مين فصل، هذا هو هيك يعني يجي قطعة واحدة. الباقي صغار يصيرون. واشترينا بعد هذني الغراض، راديتر، واشترينا الهود همينه. الهود هاي شنو انت راح تجنبوزه للسيارة صدق انت؟ بعد خلص خلص خليت عقلك بيها، عقلي بيها. هاي راح اقلبها هسه تشوفوها بونيد واللايتات كلها، هاي البادي كله والوياله والهاي كلها راح تتغير. بيك شارات الجو، هو هذا صاحب الوير هاوس، اللي يحب يجي راح نحط لكم العنوان، لان عندهم غراض ادوات احتياطية. هل تعرف هاي؟ اي لان منا بس هذا ممنوع هيجي. اوكي ماشي، تقعد اغراض علي. شنو الممنوع؟ هسه لو السيارة بها وايد بر همينة عريضة، شنو الممنوع؟ عادي، ولك عادي، احنا راح ما راح يصير عليه شيء. ولهذا السبب اطلقت عليه لقب المعطوب. قعدنا كل الغراض، هذا اخر واحد. يقول انا مقعده قبل هيك شايله. اي سوي لها قبل، مو كان عندي قفص صح؟ سد الصندوق. هسه انا شلون افتح الباب واقعد؟ لا تقعد. بعد شنو اجيك ارجع ومشي شنو؟ جعفوري. That's it. هسه قاعد. خلينا كل الغراض بالسيارة، صرنا جاهزين. تمشي أسرع حط أوكتين بوستر، هذا يزيد الاحتراق، صعد النقاوة مال أوكتين. هذا كل ايش قد تستخدمه؟ كل تفويلة. هذا غالي؟ ايه جسر. 10 12 دولار بس شنو؟ خلي السيارة تطير. نفس الاحساس مالتنا من رحنا جبنا الغراض وجينا بعد تزويد. هسه نشوف لنا مكان نروح ناكل من عنده، لانه كلش جعنا. هاي مطعم على اليسار، هذا المطعم اللي ورايه بوفيه مفتوح، يعني ندفع مبلغ وناكل شنو نريد. هذا الاكل السفره ويا جعفر
يا هلا. السوشي، قواقع، شريم، البروكلي. يلا تفضل. بالعافية. الأجواء حلوة، بلشت تنزل الشمس. حاليا الساعة 7:15. احنا دائما نجي على مدينة لوس أنجلوس نشتري ملابس مننا لأنه أحلى وأرخص، دائما يخلون تخفيضات عليها. فهذا الوراي أحد المولات اللي هسه راح ندخل عليها ونشوف إذا عندهم شيء نشتري، وراح نصور لكم فيديوهات، فتابعوا ويانا الفيديو. رحت البيست باي اشتريت هاي الكاميرا، راح تفيدني بالمحتوى مال الجيمينج. هاي 2K صار سعرها $110، واشتريت قميص هذا اللي لابسه لونه أسود، هذا مايكل كورس، تقريبا صار $80، يعني $200 تقريبا. هاي رحلتنا ويا الأكل ويا كل شيء. الشغلات اللي اشتريناها من تارجت، أول شغلة هو هذا الكيبل ال HDMI هذا مال فادي. أنا بالنسبة إلي جبت لي قطرة مال عين اللي هي اسمها بلينك، هاي جدا مفيدة، لازم دائما نستخدمها، يعني إذا أكو جفاف بعينك تحس إنه عينك بيها جفاف. وهذا البوبو، بوبو منوم إلي كيبل. بعد أكو شغلات له، هاي هي كيبل HDMI. دنيا ليش عجب ما لابس نظارة؟ كسرت للأسف سوني. ما كان لبسناها هسه. إيه شوف هسه صار الدنيا ليل، لازم واحد يلبس نظارة. جينا نعبي بنزين للسيارة، فولت $20. وقفت السيارة عطلت ما جاي تشتغل، هاي احنا دفنا هنا على الخط السريع بننتظر التونج حتى يجون عليها. كان بيها فادي شنو؟ مختنقة هواية وصاخ ومبين المس فاير بيها. هذا مو كل قوتها من داس البوشنج اللي كانت. شغل ماكو غاز، ماكو غاز، غاز وياب ما صار الغاز، ما ادري يشتغل الجيج والغاز خلاص. يا بروك. لا 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 لازم نجيب غاز. بعد ما كملت من البنك هشوفها تشتغل. هاي ليش لازم تبرد الا تشتغل؟ وصلنا لسان دييغو الحمد لله والشكر بسلامة. لهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واشتراك، وطبعا كتبوا لنا كومنت، فعلوا الجرس حتى تجيكم الإشعار. ها بالمناسبة نزلنا لكم ستوري على الانستغرام وقبت هناك الدنيا، فتعالوا على الانستغرام وشوفوا الستوريات.